اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها بالاسفل. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان، تقدرون تتصلون ويانا على الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب. تقدرون تتواصلون ويانا برسائل مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي حلقة اليوم مشاهدينا، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف النازحين والمعاناة المستمرة من عقد من الزمن، وبعدها الأمور من دون حلول، وما بعد وبعدهم النازحين يعانون الأمرين نتيجة البقاء بمخيمات لا ترقى وعدم سماح الميليشيات لأغلب النازحين بالعودة إلى مناطقهم. وتستمر معاناة النازحين بمخيمات النزوح من 9 سنوات وأكثر بعد أن تركوا بخيم مهترئة بالية، ممنوعين من العودة إلى مناطقهم، خصوصا بمخيم عمرية الفلوجة اللي يعيشون به نازحين من جرف الصخر وقرى العويسات. رغم المناشدات ما لقوا أذان صاغية لرفع المعاناة عنهم. فبمقطع مصور اشتكت سيدة من المخيم تزايد معاناتهم داخل المخيم نتيجة البرد القارس وموسم الأمطار في فصل الشتاء. وتقول السيدة: احنا ماكو اي احد يجي يتفقدنا ويتفقد احوالنا بظل غياب المساعدات الحكومية والمنظمات الإنسانية. خلونا نشوف. الناشد الخيرين، هذا احنا ساكنين المخيم العامرية، ما حد لحد ينطينا لا فراش ولا نفط ولا حد يطب علينا ولا حد يقول شكلتم وشربتم، وذبحنا البرد بمخيم العامرية. هذا حال النازحين بمخيم عامرية الفلوجة، وماكو واحد يجي يفكر بيهم ويقولهم يا ناس انتو شلون عايشين. النازحين عبارة عن ورقة رابحة يلعبون بها السياسيين، خصوصا ساسة العراق، او اللي يسمون نفسهم ساسة. هم ما بعد ما يكون على انه يسمون على انه يصيرون ساسة. شو وقت يتلاعبون بها؟ لما اكو انتخابات، لما اكو مصالح معينة، تلقون النازحين على لسان كل سياسي بالعراق. في حال انتهاء المصالح والانتخابات ذولا ينتركون وينركنون، والدولة عدد من الناشطين فيديوهات جديدة لنازحين بمخيم عمرية الفلوجة، ومن الفيديو اللي راح تشوفوه لي امرأة من المخيم وهي من نازحي منطقة جرف الصخر الممنوعين من العودة إلى أراضيهم وبيوتهم وأماكنهم، وتناشد السيدة أن يوفروا لها حليب أطفال المن اللي رضعها المريض، يعني طفل لا يفقه شيء من الدنيا، إضافة إلى معاناته ويا المرض يعاني من قلة الغذاء. ليش؟ لأنه أكو سياسيين ينظرون إنهم على أن هؤلاء ما لهم علاقة بالعراق. تعالوا نشوف. قوله تعالى: من أحياها أحيا الناس جميعا. أني أناشد الناس الخيرة أن تساعدني بهاي الطفلة، والله جيت من أمها مستشفي ما طلعتها غير البارحة، ووظفوا لها حليب عتر خاوة بالمعدة، وأي حليب ما يوالمها، والم هذا الحليب وقالي والله ب20,000 وعدنا لا حول ولا قوة، واني نازحة من جرف الصخر وقاعد بخيمة ما عندي لا راتب ولا كل شيء، انه يساعدوني وجزاهم الله خير ويجعلهم ميزان حسناتهم ووفقهم ان شاء الله ومشكورين. السؤال ورا فترة من الزمن واحنا بال 2024، ليش النازحين متروكين بين مطرقة وسندان؟ كأنما حديد بإيد حداد، لازم هذا الحديد بإيد وبإيد الثانية مطرقة ومخلي الحديد على السندان ويدق بي. المطرقة هي مطرقة الإهمال الحكومي، والسندان هي حر الصيف وبرد الشتاء. ليش هذه الناس هيجي حالها؟ وأكو مناطق هم يقولون أنه تحررت، وأكو وعود بالنصر وأكو خطابات بالنصر، والمناطق هاي المفروض رجعت لأهلها، وأكو ميليشيات سيطرت عليها مثل جرف الصخر اللي مسيطرة عليه أكثر من ميليشيا واللي مسويها معسكر إلهم بسجون سرية. ذول الناس ليش ما يرجعون لمناطقهم؟
وليش رئيس الوزراء ما يقدر يفوت لها مثل ما حيدر العبادي من كان رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة. على منصة اكس غردة والناس كريم مورد يقول: أين هي وزيرة الهجرة الحرامية من ذلك؟ الآن يريدون غلق المخيمات ونفس الوقت يرفضون عودتهم إلى ديارهم. سمو العز الجبور يقول: يا رب رحمتك ولطفك بهم. وعثمان شلش يقول: يا الله وين وزارة الهجرة؟ هذه بعمري تفلوجة مو بكردستان، لو بس العيون على أربيل ما حد يشوف غير مكان. أما علي محمد يقول: للأسف لا أمل في العودة إلى جرف الصخر. فكان هذا تعليق الناس على قضية النازحين ومعاناة النازحين نتيجة المعاناة المستمرة في مخيمات النزوح، نتيجة ترك النازحين يصارعون البرد بالشتاء والحر بالصيف والمطر لما تمطر الدنيا والطين والأمراض، وعايشين بخيم، خيم لا تبردهم أو تحميهم من حر الصيف ولا تدفيهم من برد الشتاء. اللي دا يصير اليوم بالعراق عبارة عن مأساة في مأساة في مأساة فيما يخص قضية النازحين. نازحين هواية بالعراق اليوم، ومحافظاتهم معروفة، جرف الصخر تابعة إلى محافظة بابل، وأكو نازحين من صلاح الدين، أنبار، نينوى، الديالة، التأميم، لكن مناطقهم لحد الآن ما تعمرت، مناطقهم خالية الخدمات، مناطقهم تعاني ما تعاني. تردون نعرف احنا عن شنو جاي نحكي؟ لازم نطب بملفنا الثاني. ملفنا الثاني مدى يحكي بس على هاي المناطق، لا، مدى يحكي بس على المناطق المحررة وسبب عدم اعمار المناطق المحررة واين ذهبت فلوس التعويضات وليش الانقاض لحد الان اكو مناطق موجود بيها وسبب الدمار والبنية التحتية جقيد، لا مدى يحكي على احنا عدى يحكي هسه الى نقص الخدمات وغياب البنى التحتية بمدن العراق بشكل كامل، لكن راح نجيب لكم ثلاث محافظات كنموذج. الناس نشرت فيديوهات بهاي المحافظات. زخات المطر بالعراق معروفة، أول ما تزخ الدنيا بالعراق تمطر الدنيا، العالم تقول يا الله غرقنا، وكالمعتاد غرقت معظم شوارع مدن العراق. بينما هواية من مدن العراق مو بس غرقت، لا غرقت وصارت برك طين الناس ما تقدر تمشي بها. هذا الحال وين تلقوه؟ تلقوه بمحافظة صلاح الدين بمنطقة الديوم بمدينة تكريت في المحافظة، تحولت الشوارع إلى أوحال طينية. تعالوا نشوف. شنو رأيكم بالشارع؟ شارع جميل، ما بي أثاث، ما بي أرصفة، ما بي خدمات، ما بي شبكة صرف صحي، سيارات تمشي من يسرى، ما يعرف اللي جاية نقرة حفرة طسة، الناس جاية منا طالعة منا، هنا أكو نقرة هنا أكو حفرة، ما يعرف، بس اللي دي يشوفه طين. هاي شو وقت؟ هاي بال2024، هاي شو وقت؟ هاي في زمن الديمقراطية. هاي شو وقت لما أنت تشوف الدنيا هسه تغرق؟ في زمن رفع الحصار، وفي زمن فتح الاستيراد والتصدير، وفي زمن الميزانيات الانفجارية. لما نحكي يجي واحد يقول أنتوا تمجدون، إحنا مو مجد. بالحصار ما كانت عندنا مناطق تغرق، كانت أكو مجاري وشغالة. ما فد يوم مطرت الدنيا وغرقت بيوتنا، ما فد يوم مطرت الدنيا وتعبنا من المطر، لا، كان المطر حلو. وأني واحد من شباب العراق اللي بالتسعينات لما كانت تمطر الدنيا أطلعت أتمشى لأن أحب المطر. كانت الدنيا حلوة. ليش العالم هسه من تمطر هيك حالها؟ يجي واحد يقول لي أنت طلعت لي هاي بصلاح الدين، بس بصلاح الدين شارع واحد وغرق. حبيبي تفضل أطلع من صلاح الدين أطببك بنينوى. هذا الشارع بنينوى وثقلنا أحد المواطنين غرق شوارع مدينة الموصل بسبب زخات المطر اللي أيضاً غرقت شوارع بها مدينة أربيل كذلك وعدد من مدن وأقضية الشمال. الفيديو اللي راح تشوفوه هسه مو الأربيل ولا السليمانية ولا أدهوك، لا، هذا بالموصل.
بالموصل مطرت الدنيا. تعالوا نشوفكم فينيسيا الشرق. يقول لك العراق كان يتباهى عند نهرين دجلة والفرات. يا دجلة يا فرات، عندنا 75,000 نهر بكل شتوية، بس تمطر الدنيا تعال شوف الأنهر اللي تصير ببغداد وباقي المحافظات العراقية. وبما أنه الأنهر يصبون بها مجاري، تعال نروح للجنوب وتحديدا إلى محافظة كربلة ومشاريعها الصورية اللي تتعرى هاي المشاريع في أول زخة مطر، مهما كانت بسيطة هاي الزخة. وثقلنا مواطنين من محافظة كربلاء غرق شوارع مدينة كربلاء أو محافظة كربلاء ومناطقهم بها بجانب المستشفى التركي في محافظة كربلاء بسبب غمر الشوارع بمياه الأمطار وأيضا بمياه الصرف الصحي، يعني منها مجاري ومنها أمطار. هذا ليش؟ لأنه أكو سوء تخطيط وأكو فساد بالمشاريع. تعالوا نتفرج. هذا اللي جاي يصير عندنا كل سنة، هاي صارت 3 سنوات من كمل مشروع المستشفى التركي لحد الآن. هاي مشكلة طبعا، هذا مو بس أمطار، عذرا للكلمة ومحشومين إن شاء الله. هاي مياه مجاري مخبوطة، المجاري كلها تطبع علينا، الريحة خايسة حشاكم يعني مكرم السامع. لكن القضية ما تصير، لازم حل جذري، لو مثل ما قلت لكم في بصمة الصوت يقولون عمي هذا الوضع ويبقى على ما هو عليه، وعلى المتضرر يسكت ويقعد ببيتهم بيام المطر. حتى هم نعرف نتوجه للقضية. إذا قالوا هيك الوضعية متضرر يقعد، إحنا نروح نسد الشارع. هاي المواطنين نسد الشارع مال القادسية اللي فتحوه جديد اللي ذبوا مجاري علينا، ونسد الشارع مال الحي العامل اللي بلطوه وذبوا نفس الحالة علينا، وكل مطرحنا الغردة والوضعية هذه. إلى متى يبقى الوضع هذا؟ ما حد يعرف شنو. هسه هاي المحلات كلها باكر راح كلها تبقى معزلة. أنا متعلمين العالم كله معزه، من غير العالم عابره وراجعه والريحه مال المجاري بدت تفوح. شنو الوضعيه الخصيصه؟ يعني تبطون شوارع دبون فوق المناطق الثانيه؟ ماكو حتى رايكم. شوف هذا التاري وين غلط، هذا شوف هاي مسافه هنا. هذا محلي، هذا شوف صغير وانت ذكرت لهجه. مو قلت لكم حالها حال الانهر؟ الانهر يذبون بها مجاري والشوارع هم يذبون بها مجاري. همنا نرجع، واذا حكينا سيجينا واحد يقول انتوا ليش تقارنون؟ يا اخي احنا مو نقارن، احنا بدنا نقارن لكم زمن الدكتاتوريه اللي انتوا جيتوا حتى تخلصون الشعب من عنده، ونقارن لكم الزمن الديمقراطيه اللي انتوا وعدتوا الشعب به بان يكون العراق نموذج بالخدمات والخيرات والنعم و و و و و, و اذا اريد عدهم ما خلص منها العقب باكر. ما ذكر بالعراق كانت اكو مجاري تطفح؟ يمكن بحياتي كلها سامع بيت او بيتين طفحة المجاري نتيجة خلل بشبكة المجاري الخاصة بالبيت يجي يصلحها، والشوارع إذا انسدت بها المجاري هم تطفح. أهل المنطقة يلمون يجيبون صهريج نضح جو النزازيح نظفوها طلعوا وراحت وفضلت والله وأبوك الله يرحمه، انتهت القضية. والمجاري تشتغل والمي يشتغل وشبكة الإسالة تشتغل والبنزين رخيص والكهرباء رخيصة وكل بيت بي 6-7 اير كونديشنات. أما اليوم لا كهرباء أكو، لا غاز أكو، لا بنزين أكو، سرى مال بنزين بأكثر من مكان شفناه، كل فترة أزمة وقود، كل فترة أزمة بالكهرباء،
اجى الصيف صارت مشكله بالكهرباء، اجى الشتاء صارت مشكله بالوقود، اجى الصيف صارت مشكله بالثلج، اجى الشتاء صارت اكو مشكله بالنفط الابيض. في كل موسم احنا عندنا ازمات في ازمات في ازمات. واذا نريد نحسب من 2003 الى اليوم عدد الازمات اللي دخل بها العراق في زمن حكومات الاحتلال الامريكي والايراني لحكم هذا البلد، يدخلون قاموس جينيس بعدد الازمات اللي هم عايشين بها واللي معايشين الشعب بها. تعالوا نشوف الناس ايش علقت على هذه القضيه. واول تعليق موجود ويانا من احمد ابو عبد الرحمن، يقول من اضخم ميزانيات العالم وهذا حال مناطق العراق، ما تخش بالعقل. وام مهيمن تقول الله اكبر، مطره واحده هيش سوت، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني شو وقت الشعب يرتاح، مو حكومه عمي ضيم. وامجد نجم يقول اذا البنيه التحتيه غرقت لعد الفوقانيه ايش ظل بيها. وحسن البياتي، هاي نتائج امريكا وايران والقاذورات اللي جابتهم يحكمون صار 21 سنه. فكان هذا تعليق الناس على قضيه سوء الخدمات بالبلد. ابو علي من لندن حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله هم ذولا اكثر من هالشكل ما يطلعوا وياهم، يعني بلد الميليشيات والعصابات اكثر من هاي ما يطلعوا وياهم. يعني هذا الشعب العراقي ايش متوقع؟ هاي مو صار 21 سنه، ايش متوقع من دول؟ انا ما جاي افتهم. عمي انت اذا ما تقوم الثور ثوره عارمه، لا تنتظر امريكا تجي تحرر لك العراق من هاي الميليشيات. ولا تنتظر حتى دول الجوار. انت اذا ما تقوم تحرر وطنك من هاي الميليشيات، الله وكيلك دوله يحكموك عشرات السنين بعد، ويبقى الوضع مثل ما هو وبالأنقص. بلد ما تستحون أنت على شرفكم، ميزانيته أكثر من 120 مليار 150 مليار دولار بالسنة، لا عندك كهرباء، لا عندك هاتفضل مطرة صغيرة، شوف شو تسوي بال ويرجع ويقارن. قولته كان تسمعك، يعني يرجع ويقارن. بابا والله ما أصلا ماكو قياس. الزمن السابق قبل 2003 لحد هذا، يعني وياكم انتوا يا ميليشيات ماكو قياس، انتوا وياهم، يعني ما جاء افتهماني. بس استاذ افل هو مو عتب عليهم، عتب على الشعب اخي. شعب نايم ساكت منتظر، ها متكل على الدول اللي تجي تحرر. اخي الدول دول مستفادين من هاي الميليشيات، جاي تحجونهم. اذا ما تقوم الثور ثوره عارمه، لا يبقى عندك مستشفى ولا عندك مدرسه ولا عندك فضل. تدري اليوم انا سمعت خبر، ها المترو على اساس مترو بغداد يريدون يسووه. سلموه بيد حزب الله اللبناني شركات. زين هي لبنان بيها مترو؟ لبنان بيها قطار؟ لا هي قبل المترو، هي لبنان بيها ازمه اقتصاديه خانقه، واللبنانيين ما قادرين يعيشون هسه، تعطيهم شغل يشتغلوا لك. لا مو على مود يبوقون، يعطوني 5 مليار يعطوني الحزب الله على مود. هاي الشغله لا اكثر ولا اقل. نعم. بلد كله بوق ونهب، دمروا للعراق، نهبوا للعراق. الله ينتقم منكم يا ميليشيات، يا دوله الحسين، ويا براء منكم الحسين، براء منكم اهل البيت، يا مجرمين، يا قتله، يا حراميه. شكرا لك ابو علي. ابو احمد من بريطانيا حياك الله. عليكم السلام. افل. عليكم السلام ورحمه الله. شوف انا راح احكي لك في الموضوع، بس ركز وياي شوي علي. وياك. شوف انا هسه هنا ببريطانيا 150 يوم بالسنه تمطر الدنيا. اي. ولا شارع غرق، ولا تشوف اي نسبه من فد ارتفاع من الماء بالشارع. نعم. يعني نظام المجاري عندهم مدروس ودراسه كامله. هسه ارجع لك. انتوا سنة 2012 دزيتوا اكثر من 2000 طالب يكمل دكتوراه في بريطانيا باختصاصات الهندسه وغير الهندسه. زين انتوا لو تحبون الشعب، ما قلتوا ذولا روحوا انتوا شوفوا نظام المجاري اللي موجود ببريطانيا وتعالوا سووا لنا مثله؟ يعني معناته ذولا ما عندهم تخطيط، معناته ذولا عندهم فوضى، معناته عندهم ذولا السرقه والنهب مستمر. ابو احمد عندهم، بس ابو احمد هم ثلاث ارباعهم عندهم جنسيه ثانيه. خليني اكمل لك، ما خل بس خليني اكمل لك اذا تسمح لي استاذ افل. انا اذا وصل لك النتيجه نفس ما تفضلت به التاكيد بالضبط، احنا متفقين 100% بالراي. بس اذا اوصل لك بشكل ارقام ودلائل، هسه عندهم 5000 بعثه جديده على ما تسمى بلجنه مجلس الوزراء.
زين انت هنا اصلا شهاده الدكتوراه شلون اصير ببريطانيا؟ يعني انا طالب عدد الدكتوراه يعطوني مشروع، هذا المشروع هم متعاقدين به مع الجهه الموجوده في داخل بريطانيا وخارج بريطانيا. تعرف شنو القصد استاذ افل؟ فاهم. هذا المشروع يعني الشركه المقابله اذا هذا المشروع استفادت من عنده راح تتعاقد ويا الطالب ويا الاستاذ. نعم. زين انتم تدزون 5000 واحد بس يرجعون معلمين للعراق، لو يرجعون يعملون فكر ممكن ان يفيدون البلد. نعم. فلذلك هم ذولا ما جايين بالمحصله يريدون يخدمون العراق، ذولا جايين يريدون يسنون قوانين فرها دول العراق من خلال قوانين رفحه وغير رفحه، وهسه راح يبدون يبيعون اراضي العراق جزء جزء وبعدين يسلموها للاجيال القادمه. العراق مبيوع وكل شيء فيه مبيوع. نعم. فهاي النقطه الاساسيه. فلذلك مثل ما تفضل الاخ ابو علي، ذولا ما ينشلون، ترى ذولا راح يبقون لانه بيأسسون اساس مالي من انا الاحفاد احفادهم. واني الف شكر لك استاذ. شكرا العزيز. شكرا لك ابو احمد. ابو احمد يعني قال نقطه واتفق بي وياها، انهم اغلب او ثلاث اربع السياسيين الموجودين اليوم اذا مو كلهم هم عندهم جنسيه ثانيه، اذا مو ثالثه ويا الايرانيه ما اريد ننساها، بس عندهم الفرنسيه والانجليزيه والامريكيه وغيرها. اكبر دلائل حيدر العبادي بريطاني، عادل عبد المهدي فرنسي، كلهم عاشوا برا. نور المالك ما ادري جنسيته شنو هي، همين اوروبيه. ابراهيم الجعفري بريطانيه، اياد علاوي امريكيه، فأيهم السامرائي أمريكية، وأيهم السامرائي صار وزير كهرباء يا عيني بالعراق، ويطلع لي مؤتمر بالأردن يقول أنا كنت أمول الحملة الانتخابية لباراك أوباما في أمريكا لأنه عندي علاقة بباراك أوباما. فتتخيل يجيك واحد يقول لك أنا ديمقراطي وأني أنتخب الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وأمول مرشح ديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية اللي بديك الانتخابات فاز ويصير وزير كهرباء بالعراق، وباق ما باق وصارت عليه قضايا. المهم ما لنا علاقة. ما غرتوا، ما شفتوا أوروبا وأمريكا وغيرها شلون عايشين، ما قلتوا إحنا لما نجي نحكم نريد على الأقل ربعهن، ما نريد كلهن، ما نريد شوارع مدفأة ومبردة وتنشف المي منها وبيها، ما نريد شوارع من تثلج الدنيا تلزم السيارات، ما نريد شوارع مقرنص والمقرنص مالتها ما يرج السيارات، لا ما نريد هاي السوالف، بس ربعهم. من خدمات البنى التحتية المتردية أو المنعدمة بشكل كامل، خلينا نروح إلى الإعمار الشكلي والفساد. المشكلة اليوم بالعراق أنه ماكو ضمير بتنفيذ مشاريع الاستثمار والإعمار بالعراق. ليش؟ لأنه اللي ينفذون هاي المشاريع أما أشخاص أو شركات، يا أما شركات تابعة إلى أحزاب يا أما هي مملوكة إلى أحزاب. بالبصرة انتقد أحد المواطنين طريقة ربط النشرات الضوئية اللي موجودة بأعمدة الإنارة في شوارع البصرة، وطريقة الربط بدائية، ونشر معلق على الفيديو اللي هو نشره واللي احنا جبناه، يقول لك من المعيب جدا ونحن في عام 2024 ونرى هذه الطريقة في عملية تغذية الكهرباء للنشرات الضوئية اللي موجودة على أعمدة الإنارة واللي تنفذها منه دائرة بلدية البصرة أو مديرية بلدية البصرة. يقول هل يعقل أنه بلدية ما بها مهندس كهربائي أو فني بهاي البلدية؟ خلونا نشوف النشرات الضوئية مال البصرة. اخوان السلام عليكم. السيد مدير بلدية البصرة المحترم وبالتحديد شعبة تجميل المدن، قبل يومين بشارع الاستقلال بارك الله بكم وبجهودكم نشرتوا واعلنتوا عن نشرات ضوئية على أعمدة الكهرباء بشارع الاستقلال. لكن يا اخوان هاي طريقة مد الكيبل هذا الأبيض اللي يغذي النشرة، والله العظيم من المعيب ومن المخزي. يعني احنا ب 2024 والله العظيم يعني من يجينا زائر من غير دولة ويشوف هذا المنظر والله العظيم يقوم يضحك علينا. يعني شغلته بسيطة، يعني معقولة بلدية البصرة ما عندكم مهندس كهربائي، ما عندكم مهندس فني؟ هاي طريقة لازم تجيبه، مو هاي الطريقة الظاهرية، طريقته بسيطة والله العظيم. هذا العمود مال الكهرباء ينزرف من فوق، زرف يعني على قد السمك مال الكيبل الابيض، ويدخل هذا الكيبل الابيض داخل العمود بحيث ما حد يشوفه
ويتغذى من المنظومة الكهربائية اللي موجودة داخل أعمدة الكهرباء، وأبوك الله يرحمه. لكن بهاي الطريقة الظاهرية والله العظيم عيب، عيب ومخزي. يا ريت شعبة تجميل المدن تعيد نصب الإنارة بالطريقة اللي شرحتها لكم. تعرفون طريقة الرابط ايش ذكرتني؟ ببيوتنا لما مريد نجيب فني كهرباء وراها لباخ وراها صباغ حتى نكسر ونسوي وايرات دفن ودقم مال كهرباء دفن، شو نسوي؟ واير ظاهري على الحافة من جوا كلبسات وندقه من فوق ونمشي ويا البيبان وندخله جوا الحاشيه مال الباب حتى ما يبين، واذا ظاهري نجيب صبغ نفس صبغ الغرفه حتى نضيعه شويه، لا الكلبس يبين ولا بسمار الكلبس يبين ولا الواير بالضبط. ما عندكم دريل؟ درج يصعد فوق ويزرف بالدريل وينزل الواير من عنده، ماكو. اكو سبرينج بالبيوت يستخدموه على مود يمددون الوايرات دفن، ما عندكم بالبلدية، بس شطل تشغلون. يعني هسه اذا اجى واحد وجلغ للواير ومطرت الدنيا شو يصير؟ الواير انقطع، حرارة الصيف وبرد الشتاء وما اعرف شنو صارت بي اشكالية وتعرى من مكان من الاماكن، قارض من القوارض صعد على العمود هنا على الدنقة هاي واكل الواير واجا واحد واتجه ولزمه، شو يصير؟ صلوات على محمد. من مشاكل الصيانة الترقيعية هم يعني استغرب احد المواطنين ببغداد من منطقة البلديات، يقول المواطن بالفيديو انه اسلاك الضغط العالي اللي تنقل التيار الكهربائي، اسلاك الضغط العالي اللي تمول المنطقة مو بيت بيت بالشارع، ليش؟ لأنه عمروا الجسر مال البلديات ففصلوا أسلاك الضغط العالي وتركوا أهل منطقة البلديات بدون كهرباء. تعالوا نشوف. يا بشوف الضغط العالي خلينا بالقرار سند النواحي، صار الأسبوع على هاي الحالة كهرباء ما عدنا، صار الأسبوع والضغط العالي بالقرار أما البلديات على مود الجسر. يا بشوف الضغط العالي خلينا بالقرار سند النواحي، صار الأسبوع على هاي الحالة كهرباء ما عدنا، صار الأسبوع. السؤال اللي ينطرح، الجسر شو العلاقة بالضغط العالي؟ لو والله واحد يجي يقنعني ليش منزلين وايرات الضغط العالي والجسر شو له علاقة به؟ يعني ايش قد علو الجسر اللي وايرات الضغط العالي هاي الضايقة؟ المعروفة اسلاك الضغط العالي هي عالية من قاعها، جسر ابو الطابقين ما يرتفع بارتفاع عمود الضغط العالي بالعراق. شنو الموضوع؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، اول تعليق موجودي انا من منصة فيسبوك خير السعد يقول والله يا ابو صحيح البلد مملوء بالمهندسين البطالة، معقول البلدية ما بيها مهندسين كهرباء؟ ولو الموضوع ما يتطلب خبرة وهندسة، فني متمرس يمكن يحل هذه المعضلة. محمد الجناب يقول أفسد قضاء بالكون كله، دق بوق وسرقات وأعمال رديئة. عامر هاشم لأن الكهرباء دا ينطو زيادة فوقعت. وأبو أحمد الحسان يقول لعد وين مدير الكهرباء؟ نايم؟ روحوا قعدوا. الأخ أبو أحمد يقول خاف نايم، ممكن مدير الكهرباء نايم لأنه ما معقولة، ما معقولة بلد بهكذا إمكانيات عندنا مهندسين وأطباء وأخصائيين وفنيين ودكاترة وأساتذة عطالة بطالة دا يظاهرون خطية يطلعون يقول لك شغلني عمي شغلني أريد أشتغل أريد أخدم البلد، وتجي القوات الأمنية تضربهم وتعتدي عليهم وتفتح ماي حار عليهم وتضرم البنات اللي وياهم وما تخليهم يظاهرون وما تخليهم يطالبون بحقهم، والبلد ما بي لا مهندس يشتغل ولا دكتور يعالج ولا أستاذ يدرس ولا مدرسة بيها كادر تعليمي ولا مدرسة بيها منهاج تعليمي، وهيئة المناهج والتدريس ما أعرف شدة تشتغل، المطابع الحكومية اللي على أساس جابها مثنى السامرائي بملايين الدولارات وين دا تطبع المناهج ما حد يدري. هذا حال العراق.
يعانون العراقيين خصوصا سكان العاصمة بغداد من مشكلة الازدحامات بسبب غياب التنظيم المروري، إضافة إلى رداءة الطرق، إضافة إلى الفوضى اللي يعيشوها بالعراق. أحد الموظفين انتقد حالة، وهي يقول لك الشاحنات، اللوريات، سيارات الحمل الكبيرة تمشي بالشوارع الداخلية التابعة إلى المدينة، وهذا الشيء ما متعارف، خصوصا شوكت ويا فترة انتهاء الدوام. هذا الشيء ايش يسبب؟ يقول لك أنا سيارة كبيرة واحدة واثنين وثلاثة تسبب ازدحام كبير وفوضى. ليش؟ لأنه دور المرور غايب بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة المرور. دور المرور هنا ما موجود، فيقول لك ذني ليش دا يمشن بداخل الشوارع الداخلية وليش أنا متعرقلة حياتي؟ تعالوا نشوف الازدحام. التريلات ليش يطلعن بهذا الوقت؟ بس فهموني، الساعة 4 كل الموظفين والطلاب والأمة العربية كلها تطلع بالأربعة، وهذول شي يطلعهم بالأربعة ويا الناس. تفضلوا، هذا الشارع من طول العرضة تريلات من جوا ومن فوق. طيب ليش صهاريج وتريلات؟ زين مو اللي المفروض يطلعون متوازين؟ هاي مؤخرين العالم، مؤخرين الدنيا كلها. هاي التريلات فوق الازدحام، هو الزحام موجود وفوق الازدحام هاي التريلات. صارنا ساعة محبوسين من ورا شنو؟ من ناس زحامات. مدير البلدية محمد الشاعر السوداني نفضها بيوم واحد يريد، وتفضلوا التريلات. عم فرغوا العراق، فرغوا بغداد من سكانها، زين سنة كاملة على ما يخلص ورجعون. ما معقولة ما تقدرون تسيطرون؟ تفضل تريلات انه بيزارقن كأنهن سيارات صغار. تريلات وطسات وصبات كنا تطلع ببغداد من العظمية، اروح الزيونة، اطلع من القناة على شارع سريع محمد القاسم الى ان اوصل للجسر مال ملعب الشعب، والله ما اضرب بريك. ليش؟ لان اسمه سريع محمد القاسم. اما اليوم بالعراق ما يدوس بنزين، لان بس يدوس بريك. ليش؟ لان لا عنده شوارع، لا عنده طرق، صبات كونكريتية بكل مكان، سيطرات حكومية وغير حكومية وميليشياوية بكل مكان، وجودها من عدمه واحد، لان المفخخات والعبوات والقتل والكواتم والمسدسات والماطورات والحرامية دي عبرون. ذني السيطرات شنو دورهم ما حد يدري، بس السيطرات قدرتها على الفقير مو على ذوله. تشوف واحد شايل سلاح يفوت، تشوفوت واحد راكب دبابة يفوت، بس يفوت واحد سائق تاكسي او عنده ستوتة او عنده توك توك، لا هذا يتحاسب. وبالمقابل هذا حال المواطن، وعندك دائرة مرور، ودوائر المرور ما شاء الله دوائر المرور تعطي غرامات، بس غرامات المرور من المفترض واحد ضارب إشارة حمراء، واحد ملابس حزام أمان، واحد دعم لسيارة بالغلط، واحد دهس شخص، واحد صعد رصيف، واحد كسر سياج مال دولة، طب على دائرة تابعة للدولة. أكو نقاط مرورية معروفة هي الغرامات. شوارع متروكة بدون إشارات ودلالات مرورية، ما بها تنظيم انسيابيات حركة السير. هذا كله دا يصير بوقت عندنا مرور، المرور مطلوب من عنده دفتر فرغة يومية حتى يخلص غرامات للناس ويسحب منهم فلوس. هذا اللي صار ويا أخونا المواطن من بغداد. بشنو تفاجأ أخونا؟ هاي الجيب سيارته طابقة بباب بيته، هذا بيته لقى عليها غرامة، ليش موقفها قدام بيته؟ ويتساءل إذا قدام بيتي ما أوقفها، عجل يابا وين أوقفها؟ تعال نشوف. إلى مديرية المرور العامة، هذا بيته وهاي هاي سيارتي وهذا الغرابة باب بيتي، رحم الودك وين أخليها؟ بالاستقبال لو بالمطبخ؟ يفتر ورانا من ورا بالقراجات، متفقين بالقراجات، نعطيه فيها الأولى إقبال البستان يا مستشفى الكرخ. إلى مديرية المرور العامة، هذا بيته وهاي هاي سيارتي وهذا الغرابة باب بيتي.
كل مواطن بالعراق اليوم لازم يروح يدور ويا الشركة اللي بنت برج خليفة. يقول لك ببرج خليفة أكو شقق فارهة جدا، من ضمنها جراج. هذا الجراج سيارتك الفارهة، كونك أنت مليونير واشتريت شقة ببرج خليفة تقدر تصعدها بالمصعد للبيت. فكل مواطن لازم هسه يفكر يروح على الشركة يجيبهم إلى بغداد، مثلا أهالي العطيفية وخصوصا المواطن اللي جت غرامة اللي طابق بباب بيته اللي ما أدري وين يروح يطبق، يروح يطبق بالمرور، المهم يروح يجيب هاي الشركة حتى يسوي له جراج بالسطح. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا من حيدر الصالح يقول مهزلة، صاير المرور دق غرامات، أهم شيء يخلص الدفتر. ضياء جدي يقول لازم يسوون حل هيج أمور، يعني الواحد بباب بيته يطلع يلقى سيارة مالته قاصين وصل غرامة. وحسين المسلماوي يقول المرور لا حسيب ولا راقب وماخذين ولي على الناس، الله لا يوفقهم. وهشام السيد الموسوي صوت المواطن ما يخلي سيارة بجيبه ويدخل للبيت. يعني هنا تهكم الهشام صحيح 100%، لأنه أي شيء يصير بالعراق هو صوت المواطن. ليش مخلي سيارتك بباب البيت؟ إجا أبو المرور وشاف سيارة بباب البيت، بلكت أبو المرور ما عنده فلوس يشتري جيب مثلك، ليش تخليها بالباب؟ أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك وبياك. أستاذ أفل، أستاذ حياك الله، أستاذ أفل، إحنا يعني إذا بالعراق وبغداد كل المحافظات من 2003 ولحد الآن. نعم. وكل الحكومات اللي قاعد نشوفها حكمتنا ورئيس وزراء اللي للأسف ما بنشوف من عندهم لا بناء جسور لا أنفق لا خطوط سريعة لا شوارع تعرضت لا ترفق لايتات، اللي هذا أبسط ما يكون عندنا أكثر من 20 سنة ترفق لايت، إنه هو لحد الآن مادة يمشي عليها المواطن، وحتى رجال المرور ما يقدرون يخلون هاي الحالة، بأنه واجب أن يكون من عندهم إشارات الضوئية اللي موجودة بغداد وكل المحافظات. للأسف ماكو من عندنا أي التزام وما عندنا أي قوانين لهاي المديرية، لأنه هاي حكومة خدمات هاي تنهي الأمور. ما يكفي ما يكفي إنه هاي اللي سوته. نعم. ما يكفي. الله كريم الله كريم الله كريم. تحياتي للشباب. تحياتي. شكرا شكرا لك أبو عمر. تحياتي. وصلتنا رسالة عبر نافذة أنت ترى اللي وجدتها قناة الرافدين من أجل نقل معاناة الناس وتسهيل على المواطن للي يرغب أن ينشر معاناته بشكل خاص. رسالة من محافظة بابل. احنا هاي الفيديوهات اللي ننشرها لكم احنا ندور عليها، نسوي سيرش عليها بالمواقع ونشوف الناس اللي دازة. أنت ترى هي نافذة تقول رقمها بالشريط الأبيض الجو اللي يفتر ويا الأخبار، هذا الشريط التبعه إلى الأخير راح تلقي بي رقمين إلى نافذة أنت ترى، تقدرون تدزلنا فيديوهات مثل هاي الرسالة. مواطن يقول إحنا بابل بناحية الإسكندرية، فحوار رسالة أنه أكو شارع عام سريع ما بي لا منطقة مخصصة للعبور ولا جسر لعبور المشاة. القضية هاي دا تتسبب بالكثير من الحوادث المرورية واللي دا يتأذون بيها بشر وناس وأرواح، فيطالبون بإيجاد حل لهذه القضية. خلونا نسمع معاناتهم. سيارات الزحام يعني شارع، هذا من شارع الشاخه لا منطقه اسكان ناحيه اسكندريه، هنا السيارات اللي جايه من السيف جايه من الكربله، يعني ما تقدر تعبر ما تقدر تعبر، يعني هاي سؤال الجهات المسؤوله. هاي الشارع الثاني يعني باوع من هنا ازدحام من هنا ازدحام، يعني كثره الحوادث في هذا الشارع الى متى الناشد؟ والله بس عمتر واحد يا زين، بس انا اللي عبر ما اقدر اعبر صراحه. زين مره كبيره الرجال الكبير شلون المريض المعوق شلون يعني شلون ظل هيك؟ والله ما ادري يا اخي، مناشدات تعبنا من مناشدات وكثر المناشدات، يعني هذا ماكو حلول. اما سووا لنا مطبات صناعيه لان مدخل مال الاسكان، هاي مدخل مال الاسكان زين، هاي شوارع باع لوريات تريلات كل شيء زين. الجهه الثانيه نفس الشيء، هاي بعد جهه ثانيه، هاي من هنا هاي الجهه الثانيه ايضا، السيارات اللي جايه من كربله جايه من مسيف جايه هم سريعات، شلون واحد يجبر يروح المستشفى شلون؟ بالسؤال أطالب وزارة الشباب والرياضة باختراع رياضة جديدة بالعراق، ماراثون عبور الشارع، لأنه فعليا الشارع دولي، هذا شارع دولي، هذا يعتبر سريع خارجي، هذا شارع خارجي يقول لك يربط المسيب بكربلة وبابل بكربلة وبغداد وغيرها. يعني الأخ اللي هنا هذا جاي عبر جاي
راكب وسيلة نقل، باص، كوستر، سيارة، أي سيارة، نزل هنا يريد يعبر، عبر نص الشارع، النص الثاني شلون؟ وسأل سؤال الكبير بالسن، العجوز، الطفل، دولة شلون؟ هذا حال العراق. ولما تسمع الميزانيات، يا ما شاء الله عندنا ميزانيات انفجارية، وبالعراق ماكو أي مشروع. زين سؤال، هذا شارع دولي، هذا حال الجزرة الوسطية مالته؟ وينك يا دائرة البلدية؟ وينك يا وزارة التخطيط؟ وينك يا وزارة الزراعة؟ وينك يا الدائرة اللي أنت معنية بجمالية المدن؟ وإحنا عبرنا ربع القرن الحادي والعشرين، إحنا بالأربعة وعشرين. مترو بغداد، وسم الداولون الناشطين والمدونين والمراقبين والمغردين والناس على منصة أكس حول عقد اتفاق لإنشاء مترو بغداد، واعتبروا الموضوع مجرد مشروع ستذهب أمواله لجيوب الفاسدين دون إنجاز. مثل ما قال أبو أحمد من بريطانيا أنهم نعطين المشروع إلى حزب الله في لبنان. سؤال طرح أبو أحمد يقول لبنان بيها مترو؟ فعليا احنا غير نجيب دولة أو جهة مستفادة من تجربة مترو تعرف شنو المطلوب بالمترو حتى تنفذ لنا يا بغداد، لو نجيب جهة هي أصلا ما عندها وتجي تجرب بروسنا. تغريدات حول مترو بغداد تقول: فراس، من سنة 2011 نسمع عن مترو بغداد، وفقط دفع فلوس، استشارات، تصاميم وما أعرف إيش. شنو اللي راح يخلي الموضوع الآن يختلف؟ مثلا حزب الله. أنا أقول لك دكتور أركان السحيم، تعاني مدينة بغداد من مشاكل عميقة في بناها التحتية، ولا أدري إن كان مشروع مترو بغداد يمثل أولوية في معالجة تلك المشاكل. نعم هو مشروع مهم لمدينة مثل بغداد، ولكن هل هو أولوية مع تكلفته العالية ومع عدم معالجة ما هو أهم مثل شبكات الصرف الصحي أو طرق بمواصفات جيدة وغير ذلك؟ وحنين تقول: مترو بغداد السوداني العميل، وينك من السجون المكتظة بالشباب الأبرياء وما يحدث فيها من انتهاكات إنسانية فظيعة؟ وينك من قضية المهجرين السنة؟ والشعب العراقي لا يريد مترو، وأغلبية الشباب العراقي لا يملك سيارات بل لا يملك وظائف، ويعاني من الجوع والتخلف في كل شؤون الحياة. نعم. والخضر يقول: فكرة مشروع مترو بغداد منذ أربعينيات القرن الماضي، أي منذ حوالي 80 سنة، فهل تتحول تلك الفكرة إلى واقع هذه المرة؟ نتمنى ذلك، ولكن نتمنى ألا تكون على حساب الصالح والمال العام. المشكلة أنه فكرة مترو بغداد كانت منذ أربعينيات القرن الماضي، لكن شنو اللي صار؟ شنو اللي منع؟ أكو أولويات. يعني اليوم إحنا بالعراق عندنا مناطق مدمرة، عندنا مدن بها بنى تحتية متهالكة، عندنا نقص بالأبنية المدرسية، عندنا نقص في المستشفيات خصوصا مستشفيات الطفل ومعالجة الأمراض السرطانية ومعالجة الأمراض المزمنة وغسيل الكلى و عدد من المستشفيات المختصة عندنا بها مشاكل، عندنا مشاكل في المستوصفات الطبية، عندنا مشاكل في الكثير من الدوائر، مثلا الحصة التموينية، دوائر الحصة التموينية وجودة الحصة التموينية، عندنا مشاكل بهواية من الأمور. من المفترض احنا نبدي من الأهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية. من المفترض انه اكو خطط، يعني في مشاريع تخرجنا، وابو احمد ذكر انه اكو آلاف المقاعد الدراسية للماجستير والدكتوراه لبلد غير معترف بالتعليم بالداخل، لكن من المفترض أي مشروع تخرج أو أطروحة ماجستير أو أطروحة دكتوراه أكو بها أولويات، تبدي بمعطيات ثم شرح هذه المعطيات ثم تدخل في النتائج والتحليل ثم تعطي نتيجة. معطيات، تحليل، شرح، نتيجة. أنت من المفترض عندك لستة من الأهميات، ما يحتاج المواطن العراقي، لدرجة أن المواطن العراقي ما يطلع يظهر عليك يقول لك أريد مي، ما يطلع يظهر عليك يقول لك أريد كهرباء، ما يطلع يظهر عليك يقول لك أنا ما عندي وظيفة، ما يطلع يظهر عليك يقول لك شغلني، ما يطلع يظهر عليك يقول لك مدرسة ولدي ما بها كوادر، ما يطلع يظهر عليك يقول لك الكتب مال ولدي بالمدرسة مشققة، ما يطلع يظهر عليك يقول لك المنهج مو كامل، ما يطلع يظهر عليك يقول لك أنا راتبي ما كفيني.
ساعتها تبدي تفكر بجماليات المدن، وراها تبدي تفكر بالكماليات الأخرى. مترو كمالية. مترو اليوم على الرغم من أهميته في بلدان العالم، لكن هو كمالية. في وقت ما تخلص بالأساسيات عود تدلل. لكن ليش مترو بغداد رجع نشط من جديد؟ هذا السؤال اللي احنا نريد نطرحه عليكم. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود يعني بحلقة صوتكم لهذا المساء. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة. في أمان الله.